شوف عنوان ديال هذا الفيديو غادي يكون ويكند في مراكش. انا ونادية هاي نتوما عارفين بلي نادية يلا جات من برا صافي ما كتجي كنبغيو نسافروا لشي بلاصه وقلنا هاد المره فين غنمشيو وما فين غنمشيو مراكش. حنا في مراكش وغادي نديكم معنا لكاع البلايص اللي غادي نمشيو ليهم. غادي نديرو بزاف ديال لي زاكتيفيتي بغينا نجربو بزاف ديال الماكله بغينا نمشيو لبلايص جداد. شو عارفين انا ديما كنجي لمراكش ولكن هذه المره بغينا نديرو شي حوايج جداد. سو ام اكسايتد فور ذيس وان. دابا غادي نمشيو نبدلو حوايجنا وغادي نخرجو نتسراو مراكش وغادي نديكم معايا. ليتس جو. حنا ديجا خرجنا من الرياض لكن قبل ما نوريكم البلاصه شحال زوينه غادي نوريكم اور او او تي دي. ليتس جو. غنبدا انا لبست هاد الكسيوة وزيت هاد الساك ولبست سناديلا ودابا نوض نادية. This is my dress. انا درت دي اكسسوار في لارجونتي ولاميا في الدوري في الدوري ودابا نوريكم البلاصه شحال زوينه. دوشنا بقينا جالسين في لاشامبغ وعاود صايبت مكياجي شويه لبست وتعنقنا. انا من بعد نوريكم ناديه وغادي نهبطوا نتعشاو لتحت. صراحه كنا دايرين نخرجوا نتعشاو على برا في شي ريستوران ولكن تما عينا اليوم غادي نتعشاو في ريستوران ديال الرياض. هلو جايز صباح الخير. as you can see باقي الظلام حيت هادي الخمسة ديال الصباح فقط مع الربعة. هادشي كله باش نمشيو نديرو مانغو فيغ. يو جايز ام سو اكسايتد. عمري ما درت شي حاجة بحال هكا من غير الغوص اوف كورس اللي درت في الشمال ولكن ما علينا. عمري ما طلعت في شي بلاصة عالية بحال هكا وكنت اكسبوزد. حنا دابا كاملين هاهما كاملين كنتسناو الترونسبور حيت غادي يداروا معنا الخمسة وربع اكزاكتومون هنايا. انا فيا الخلعة و اكسايتد او ميم طون وشويه الخلعة. فاش نقرب لتما غتولي بزاف د الخلعة. ما عرفتش ما نقول. اي جيس روسي. alright guys I hope تكونوا كتسمعوني حيت كيديروا لي بريباراسيون ديال البالونز. so yes هاد الصوت كينفخوا دوك الاير بالونز باش تطلعوا فيهم. خديت اتاي ودابا غادي نمشيو نجلسوا في الخيمه كتسناو فيها بيد ما يصايبوا البالونز. راه هما ما كيبانوش حيت باقي الظلام. واتيا Let's see.
can do it, just do it. Just go for it. واعرة. صراحة كنت خايفة في الأول ولكن دابا تخانكين. وحتى البيلوت ظريف بزاف. Oh you guys! شوفوا شحال بعاد حنا يا لالا. ما يكونش كيبان ولكن بعاد. Alright guys, شمعت شعري حيت it's hot. So رجعنا ال رجعنا للبلاصة اللي جينا ليها الأولى، داك الخيمة اللي بقينا كنتسناو فيها حيت كاين الفطور. So الناس شادين الصف على الفطور. I don't think فيها الجوع. شوفوا كيعطيوكم السيرتيفيكا دو فول. واو تاع انا بغيت. السلام عليكم. لمياء. شكرا. السيرتيفيكيت ديالي لوك كتبوا اسمي بالعربيه which is very nice. I love it. زعما you know سيرتيفيكا اللي طلعتو ودرتو اير بالون. شفنا لواحد البلاصة، شوفوا شحال زوينة. وبيت غنوريكم. شفتو البلاصة شحال زوينة. كنحماقنا على هادشي ديالنا ديال المغرب، كنحماق على الزليج، على ديك الكتابة في الحيط. So much details ولكن كلشي جمع بعضياتو. I love it. شنو كنت باغي نقول لكم؟ دابا كنرتاحو شوية، كاينين هاد السيتس دايرينهم باش الناس يرتاحو. Alright guys، so في وسط هاد البلاصة هادي هنايا كاين واحد السيد كيكتب لكم. ها هو موراي كيبان بلاتي نغطي الوجه باش ما يبانش. فوالا راه عنده بيرو تما من مورايا، راه ناديه معاه وكيكتب لكم سمياتكم بالعربيه بالخط العربي والخط المغربي. حنا غادي نكتبوها بالخط المغربي. اكسايتد. غادي نوريكم. ديجا صايب الناديه ديالها، دابا غادي صايب ليا سميتي. فوالا جايز، هاي سميتي انا، هذا هو الخط المغربي. كول ياكو. و هادي ديال نادية. جو فنين، جو زوين صراحة، بجوم جو واعري. وانا كيعجبني بزاف سميتي تكتب زعما اللغة العربية. and that's it. سالينا من هاد البلاصة الزوينة ودابا غادي نمشي ونتغداو حيت فينا الجوع. let's go lunch time.
ديال الخضره. جايز حنا يلا دابا سالينا الغدا وركبنا في الكوتشي. ما يمكنش ديو مراكش ما تركبوش في الكوتشي، اكسبيريونس بوحدها كاين غير في مراكش. سو غادي نضربوا دويره، غادي نضربوا دويره كبيره على مراكش كامله، وغادي نديكم معايا.